شت لا هربوا كان بالنسبه لهاد الدفعه هذه الجوده ديالها بحال الجوده الاخرى اللي سبقت في الاول، الحمد لله المهم دقنا منها من الاولى ماشي من هذه اللي جات دابا عاديه ما كاينش فرق، الناس عاديه يعني حاولي راه حاولي ما كاينش مشكل ما بين حاولي في المغرب ولا في اسبانيا ولا ما الجوده راه جوده عاديه كيفها بحالها بحال المغرب ما كاينش فرق ما بيناتهم تماما، لان المراعي اللي في اسبانيا راه ما تلقاهاش بحال المراعي في المغرب هنايا، وزائد ان هما دابا كياكلوا مازال حد الامس اللي كياكلوا الربيع تما كياكلوا ماكله طبيعيه، هذا الشيء اللي كاين ضروري الدوله كتساهم في هذا الاستيراد ديالهم ضروري، ما كانش الاعانه من الدوله راه ما يكونش الانسان المواطن عادي غيجيبهم، هذه حاله طبيعيه عادي، ما كانش المعاونه ديال الدوله راه ما كاين والو، راه ما يمكنش نجيبهم حنا من اسبانيا لان ما كاينش امكانيات باش يمشي الانسان حتى اسبانيا وتجيبهم، انسان عادي راه ما يجيبهمش. الان في الاثمنه ديال هادو ما بين 2400 حتى 3000 درهم. والوزن؟ الوزن كتروح ما بين 50 كيلو 75 70 كيلو كل واحد والوزن ديالو. ودابا انت كتشوف يلا دخلت واحد الدفعه اخرى ديال الحاول الاسباني، ودابا هي هذه الميزان ديالها كيتراوح بين 50 كيلو حتى 70 كيلو، الصغار ديالهم هنايا وزن 50 كيلو والكبار ديالهم كيتراوح 70 كيلو، والاثمنه ديال هادو هما اثمنه من ابتداء الاثمنه ديالهم 2500 درهم حتى 3000 درهم، وشي حاجه هنايا راس السوق الغلط هو الغلط ما كاين الحاول الاسباني هو الغليظ الحاول الاسباني اللي كاين قدامك هنا. الميزه ديالو اول ميزه هي الثمن ديالو منخفض شويه على السوق، و منخفض شويه على الحاول المغربي ماشي على السوق، فهمت هادشي اللي كاين دابا، وحتى اللحم ديالو كاليتي فيه مزيانه وكلشي فيه مزيان، وحنا عن تجربه فهمت حيت حنا عندنا مقزارات وكذا ذبحنا منه وجربنا اللحم ديالو مخير، كنقول المغاربه اللي شرا الحاول الاسباني بلاخر، ولكن عاوز كنقولوا لهم اللي بغى يشري حاول اسباني مرحبا، اللي بغى المغربي مرحبا، كلشي كاين، اللي بغى اسباني هو كاين، اللي بغى المغربي كاين، جميع السلالات عندنا هنايا ضم المغرب كاين كاملين، جميع السلالات المغربيه عندنا، السردي كاين، البرقي كاين، الوجدي كاين، البجادي كاين، الشلحي كاين، المعزي كاين، اللي بغيتي كاين. اليوم جيت المنطقه ديال مغوغا، خدينا الحاولي ان شاء الله بحول الله الله يجعلهم الضحيه ديال الماركه ديال ميرينوس ديال اسبانيا، وتبارك الله الثمن في المتناول، الحولي مزيان الثمن مزيان، الله يكمل بالخير ونتمنوا على الله يكون شي عيد مزيان. شريتو ب 3300 بالمقارنه مع الحواله ديالنا المغرب راه شويه ناقص الثمن تقريبا 1000 درهم ناقص. لقيناه ب 4000 بحال هاد التيب هذا، لقيناه ب 4000 درهم 4200، هذا خديناه حنا ب 3300. أول مرة كنقيدو كنقيسو الحولي ديالها على برا، إيوا نتمنى على الله يكون مزيان، وعندنا عائلة في إسبانيا وداك الشيء راه ذبحوا هاد الحوالة، راه الحوالة اللحم ديالهم بحالهم بحال المغاربة بحال ما كاينش الفرق، وأنا عندي واحد
واحد الانطباع الداخل ديالي بان هذوك غيكونوا مربيين على ديالنا ومطهولين على ديالنا وتابع لهم الطبيب احسن من ديالنا. اش نقول لك؟ الغلا بزاف اكثر من القياس، مهما كاين الحواله كيدخلوا والثمن كيطلع، ما عرفناش فين هذا المشكل منين جاي. والله يسهل الجميع، كل واحد راه يدير رزقه. واش نقول لك؟ حنا كيبقاو فين غير الدروش، ما اللي عنده ربع درا شاري باش ما كنكون غلا وكن رخيص. وكنتمنوا هاد الناس هادو يشوفوا مع الدراوش مساكين عاوتاني. شوف حاولي اسبانيا ولا حاولي المغرب بحال بحال، حاول اسبانيا حتى هو راه مضخم وعلى مخير، راه من الصغر ديال عاش هو غليظ، حيت هو كيتهلاو فيه من الصغر ديالو، هو شرب الحليب مزيان وكيعونوه بالحليب وكيطلع نورمال. ما عرفتش بحال المغربي، المغربي كيطلع فوقاش كيعطيوه الماكله، حتى كتبقى شهرين ثلاث شهور عاد كيتهلاو فيه. اما النصارى لا، النصارى مهلي في اي حاجه. كل واكل شهر من الصغر ديالو حتى كيبيعوه، حيت هذاك حيوان هو ما عنده بشر تيتهلاو فيه على الحيوان. ايوا الله يسعد الجميع. هي جايه نتقداو ان شاء الله، الكسيبات اسبانيا مزيانه مزيانه وما حتى نقيه ونظيفه والثمن شي شويه ماشي ماشي الثمن شي شويه مرتفع، ورانا غادي نتاوو معاه ان شاء الله. الغلا السوق الاخر الغلا هنا شي شويه، الاثمنه شويه منخفضه. اول مره ان شاء الله نشوفوا كي داير. ان شاء الله اول مره نعيدوا بهاد الحوله ديال اسبانيا وسلعه نقيقيه ان شاء الله. بالنسبه لهاد الحوله اسبانيا كيبانوا مزيانين ولكن شويه الثمن طالع، ودابا مثلا بحال هذاك راه هو كيقول فيه 3500 درهم، شويه مغلي السوق شويه. واخا هاد الحوالة اسبانيا دعمتهم الدوله وجاوب ثمن ناقص، ولكن مقارنه مع ما السوق دابا بحال هذا سقسيت قبيلاتي راه قال لي 3500، ما كاينش اقل ثمن 2600 2700. ايوا زعما الصراحه الغلا هاد العام والدرويش ما يقدرش يعيد. واذا جينا نشوف مع السوق د الحواله مرفق شويه صراحه، نقص الثمن شويه مع السوق د الحواله. ولكن عاوتاني ما تنساش بان هادي راه الحوليت اسبانيا ماشي ديال المغرب، الحوليت اسبانيا راه ما كاينش في السوق، كاين غير في الاسواق الكبرى والفيرمات بحال هادو. اي والله عدل ما عنده صافي، والدرويش الله يرزقه باش يعيد.